الوعود الكثيرة والعهود المزيفة التي يطلقها المسؤولين في محافظة ديالى منذ سنوات دون تنفيذها أجبر أهالي ناحية بني سعد جنوبي مدينة بعقوبة على قطع الطريق الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد ونصب السرادق بالشارع ردا على انعدام الخدمات بالكامل في عدد من قرى الناحية حسب وصف الأهالي. احنا رسالة اريد اوصلها لك ومن خلالكم جزاكم الله الخير، انه احنا نكون او لا نكون بعد ما ننسحب، وما عندنا ثقة بأي مسؤول، واللي يجي يفاوض ويعطيني وعود هم ما اصدق به، اريد خدمات وآنية وشكرا لكم. سوالف جاي تسولفون علينا، احنا شبعنا من يمها، انت انا من جاي حاجيك، انا شبعت من هاي الوعود الكاذبه، ما عندي اي واحد وياهم، وهسه من يسولف لي الله وكيلك اذا ما جاي نشيب جعبته وينزل الارضيات، ما اخلي اي واحد يسحب من الشارع، انا باقي بالشارع ومستعد ابقى شهر شهرين بالشارع لحد ما تتم المطالب. فيما اكدت اداره محافظه دياله بان عددا من القرى في الناحيه تعاني من نقص في الخدمات، مضيفه بانها توصلت الى هدنه لمده اسبوع مع المتظاهرين لتنفيذ الخدمات لهم. وهي ليست منة بل واجب الإدارة المحلية، والسبب في تأخير تنفيذ المشاريع لهذه المناطق هي قلة التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم. بعد المداولة مع اللجنة القائمة على الاعتصام تم الاتفاق على أنه يعطوا المحافظة فترة أسبوع كامل لغرض القيام أو البدء المحافظة بالمباشرة بأعمال التي وعدتهم بها، وإن شاء الله سيتم هذا الموضوع بأسرع وقت. سبب الإهمال الذي تعرضت له منطقة الشيماء غير خارج عن إرادة الناحية وإدارة المحافظة بسبب قلة التخصيصات في عام 2019. الأعوام السابقة التي قبلها كانت أعوام مثل ما يعرف الجميع هي أعوام لا توجد فيها مشاريع تنمية الأقاليم ولا تخصيصات مالية. نوعد أهلنا في قرية الشيماء على قيام إدارة المحافظة وإدارة الناحية بتقديم الخدمة التي يتمكن المحافظ وإدارة المحافظة من تقديمها إن شاء الله. سنوات مرت والوعود ذاتها من قبل المسؤولين بدون تنفيذ، والطريق الوحيد حسب رأي المتظاهرين هو قطع الطريق بالسواتر الترابية، أفضل وسيلة ضغط لنيل الحقوق وتوفير الخدمات للمواطن. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائية.